بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على الاستقامة واطرد منا كل ندامة، لا خير من ورائها يا كريم يا عالم الغيب وعالم الشهادة، أمين يا هادي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. كنا قوما، يعني جبد الكرب الكل الغالبية فيهم، يعني دائما في العرب ثم خير الحمد لله، وهم نازلين من جماعة أصلها سيدنا إسماعيل عليه السلام. وسيدنا إسماعيل عليه السلام ظلمه أهل الكتاب، حيث قالوا بهتانا أن الذي أمر الله بأن يقدم قربان لله هو سيدنا إسحاق عليه السلام، هذا باطل بالتمام ولا قول إلى قول المولى سبحانه وتعالى حين ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، والموقع اللي مش تقع فيه المطالب الإلهية هو بيت الله الحرام. ولهذا كل من حدثته نفسه باش يفسد التاريخ قلوا له عنا ما يثبت عكس ما تقول. لذا نسفوا الإسرائيليين والصهاينة في المقدمة، نسفوا ما لا كل شياطين الكنائس أجمعين إلا من رحم رب العالمين، والسلام.